الروسي الجهة جاهزة للانطلاقة. بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا متابعينا الكرام، ينطلق الشوط الأول للخيل الموجنة الأصيلة تكافؤ درجة الرابعة لمسافة 2000 متر بمشاركة 8 جياد من أمام المقصورة الرئيسية. تمر الجياد هنا رقم 6 يتقدم على الجميع بشعار السيد حمد بن عبد الرحمن بن حمد العطية بلادس والمدرب حسين محمد عاشور والخيال جيبي كامبر. الآن محاولة أيضا من الجهة الخارجية بشعار الأصفر والأحمر من خلال زمن داس والمدرب إبراهيم المالكي ملك الأنسة ليلى كلش والخيال إدواردو بدروزا. في ثالث المراكز سوبر مانز بشعار الأصفر والأسود رقم 7 المدرب المالك السيد علي يوسف الكبيسي والخيال توماس لوكاسك. في المركز الرابع بشعار العنابي والأبيض ماي بوي هيري والمدرب محمد رياض ملك السادة مربط أبو فاس ومتابعة الخيال إيفان روسي. المركز الخامس بشعار السيد خليفة بن شعيل كواري الحسن رقم 8 المدرب محمد الغزالي والخيال صالح سالم المري. نشاهد هنا الجياد والتوجه نحو الانعطاف قبل الأخير، لازلنا مع شعار السيد حمد بن عبد الرحمن العطية الذي يتصدر الشوط حتى الآن المركز الأول. محاولات لصيقة من بقية الجياد، زمن داس في ثاني المراكز مع إدواردو بتروزا، والمركز الثالث سوبر ماتزيم والخيال توماس لوكاسيك. المركز الرابع ماي بوي هيري، محاولة قوية أيضا من إيفان روسي. والمركز الخامس لجينو على ما يبدو الآن يتقدم إلى المركز الرابع. نشاهد هنا الجياد والتوجه نحو الانعطاف في الأخير في الشوط الافتتاحي، نظرة من فوق ما بين الجياد والتقدم، المسافات تقترب ما بين الجياد. ونتابع هنا بلاد سوا محاولة التقدم المركز الأول حتى الآن من الجهة الخارجية في آخر 400 متر. نشاهد هنا فعلا ككتلة واحدة الجياد تسير نحو المقدمة، لازلنا نتابع هنا المركز الأول جيمي كامبر، محاولة قوية من سوبر ماتزم في المركز الثاني ومن الجهة الخارجية، تحركات جميلة لجينو، ولكن هنا الصدارة حتى الآن بشعار سيد حمد بن عبد الرحمن العطية. متابعة قوية لسوبر ماتزم، سوبر ماتزم ومحاولة لصيقة إلى المركز الثاني، هنا جينو يتقدم ولكن سوبر ماتزم هو السوبر في هذا السباق، فعلا سوبر ماتزم والمركز الأول والصدارة للمدرب والمالك السيد علي يوسف جمعة.